أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه، وصلى الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب توفنا وأنت راض عنا. يا رب كما جمعتنا نجمعنا مغدى حبيبنا رسول الله. يا رب شوف فينا واحد الشفاء اللي عمر ما سخط علينا. يا رب دخل علينا العشر الأولى من ذي الحجة ونحن نرفل في حلل الإيمان والصحة. اللهم اجعلنا من أوفر ما تنزله في هذه الأيام من رحماتك وبركاتك ومغفرتك. اللهم يا ربي يا ربي وانصر إخوتنا في مصر، وانصرهم في سوريا وفي فلسطين والعراق وفي كل مكان. اللهم يا ربي لا ترفع لأعداء الملة في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في الدنيا غاية، واجعلهم لخلقك عبرة وآية. هذا المولود سي محمد اللهم اجعله مولود خير وبركة، اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم يا رب اجعله إن شاء الله من الموحدين المؤمنين والدعاة المخلصين. اللهم املأ قلبه بالإيمان، وأطلق لسانه بذكرك وبالقرآن، واجعله مفتاح خير مغلاق شر يا رب العالمين. الوالدين ديالو الله يمتحهم الصحة والعافية، الله يعمرها الدار الخير كما عمرت بك وصلى على رسول الله وصلى الله على حبيبنا محمد. في مثل هذه المناسبات نتاع العقيقة نتاع السبوع، في كل مرة كيتكمل شي سلسلة نبداو سلسلة جديدة. الآن رحنا في واحد السلسلة تحت عنوان سلسلة ديال الدروس تحت عنوان أصول التربية من خلال آيات سورة لقمان أو وصايا لقمان. وإذ قال لقمان لابنه يا بني الآيات. إذن فنحن نتحدث عن الأصول التربوية التي يعتمد عليها المربون والآباء في تربية جيل مؤمن يحمل هم هذا الدين. فتكلمنا على مجموعة ديال الأصول. الأصل الأول وإذ قال وإذ ولقد آتينا لقمان الحكمة. الأصل الأول الحكمة. الأصل الثاني قال لقمان لابنه التواصل. فالانقطاع والعزلة لا يمكن أبداً أبداً أن يثمر عن تربية صالحة، لابد من التواصل. ثالثاً يقول الله سبحانه عز وجل وهو يعظه، التربية من بعد إن شاء الله نعلم بالموعظة. وهذه التربية تجمعها أصل كبير لكي يسمى القدوة. القدوة، فمسؤولية الآباء تجاه أبنائهم تربية أبناء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والتربية هنا تنقسم إلى قسمين، التربية المادية أنت واجب عليك أن تنفق على أولادك، تنفق عليهم توكلهم شربهم ولا مرضوا دويهم، فأنت تنميهم ماديا. لكن ليست هذه هي مهمة المربين فقط. اللي كيدير غير هذا الشيء هو شكون؟ هو بحال صرافه فقط، راه يصرف على وليداته ويهتم فقط ببدنه. لكن الله أراد للآباء أن ينقذوا أبناءهم من النار، ولا يكفي للأب إذا أراد أن ينقذ أبناءه من النار أن يهتم بالجانب المادي فقط، يطلع في الولد نعم سيدي ويأكله ويشربه، لكن عمره ما يأمره بالخير، ما يأمره بالصلاة، ما يعلمه الدين، فينشأ عياذا بالله جسدا بلا روح، خشب جهنم. لا مشي هذا هو. فكان الأصل الثاني وهو التربية المعنوية. فشرعنا نتحدث في الدروس الأخيرة عن التربية المعنوية، وقلنا إن ثمة عراقيل ومشاكل
أدت في النهاية لاستقالة الآباء من قيامهم بواجب التربية، فهمت التربية ربيه على الإسلام. من هذه الأسباب اللي ذكرناها سبقنا الفقر، إلهي واحد العدد نتاع الناس مساكين خلي غير مشغول بالخدمة عمره ما يرد البال لوليداته، ما تفكر ولا يفكرها. ثم الغنى الفاحش، فكم من أولاد ضاروا لأن آباءهم مترفين فأنساهم المال واجبهم نحو تربية أبنائهم التربية الإيمانية. والثالثة اللي ذكرناها إن شاء الله تعالى، أيوة، كاين الفقر وكاين الغنى وكاين الجهل، جهل الآباء بأهمية التربية. هذا قاعد تكلمنا عليه، نمشيو اليوم إن شاء الله للسبب الرابع. الله. أما السبب الرابع من أسباب استقالة الآباء من قضية تربية الأبناء، الله، وهو الخلافات الزوجية. إذا لم يتفق الزوج والزوجة أي الأبوان على منهاج التربية ضاع الأولاد. المرأة بغات بنتها تخرج متبرجة وتقول لها الراجل لو كان ما تخرجش متبرجة ما يتزوجها حد، اسكت علينا. هو يقول لها لا، أنا أريد ابنتي أن تكون مؤمنة تتقي الله، والزواج هو قسمة الله، فما تزوج عبد في الأرض إلا بعد أن تزوج في السماء من قبل الله. ما شك تديري بنتي. فينشب الخلاف بين الزوجين تحت أسماع وأنظار الأبناء وهم صغار. أولى المرأة تريد أن تربي الأبناء على طاعة الله وتعظيم حرمات الله، والأب فاجر يريد للزوجة أن تخرج عارية ويريدها أن تعطي الحرية لأبناء، مش الحرية اللي إيجابية، الحرية هي أن تتحرر من تطبيق شرع الله. هذا الأمر يؤثر سلبا على أن يكون قدوة للتربية، فيعطي الوالدان قدوة سيئة بخلافهما واختلافهما تحت سمع وبصر أبنائهما. يا لطيف. ولذلك اسمحوا لي أن أقول لكم بعجالة لأن الأمر يتطلب الكثير من التمطيط. إذا تزوج المسلم بغير المسلمة فهنا لا تنتظر أن تنجح الأسرة في تربية من يحمل الدين من الجنسين. ولقد تأتيني في كل يوم المكالمات من أبنائنا في الخارج الذين تزوجوا بغرض فقط الحصول على الكارت سيجور والكواغط، وما كانوش يفكروا أبدا في الوليدات اللي يجيبوهم في بلد يحكمه الكفر، وفي بلد لا تستطيع أنت أن تمتلك نفسك وتنجيها من النار، فكيف يمكنك أن تنجي نفسك من النار المادية الطاغية الجارفة التي تنسيك ربك، فكيف بعد ذلك أن تفكر في أبنائك من اللي ينوضوا الصوار ويمشوا للماترنيتي ويمشوا لهي ويمشوا لهي وأنت خدام 24 ساعة 24 تولي غير بالليل؟ متى يمكنك أن تهتم بأبنائك ومرتك ماشي مسلمة ومن الأول كتقول لك أسيدي أنت جيت عندنا باش تخدم؟ أتريد أن تتحكم في تربية الأولاد؟ ضربوا لي شي وحدين من ألمانيا شي وجادة قالك يا ابن عمي الخطأ القاتل الذي ارتكبناه في الدنيا هو أنني تزوجت ألمانية كاثوليكية وكنت أتمنى أن تسلم، فلما ولد للولد كانت تأخذه بعد الولادة إلى الكنيسة لكي تعمده وتقول له ولد في ألمانيا المسيحية من أم مسيحية فينبغي أن يبقى مسيحي ولن تستطيع أن تفعل شيء، وبذلك ها أنت الآن مسلم ويولد لك كفار وتلقى ربك يوم القيامة وقد جيء بجيل من صلبك لا يعبدون الله أو يشركون بالله. أنا دائما كنقول للشباب يا أخي لا دار شركم منين تبغيو تتزوجوا، ما تبقاو تشوفوا غير في الدنيا، الدنيا فايتة يا أخي لا دار شركم. يا ابن عمي يا ابن عش كديروا؟ لماذا تغامرون؟ أنا نعرف حبابي من العائلة ديالي تزوجوا الكافرة أقسم بالله لقد خلفوا أبناء وبنات كافرات جاوا عندنا كافرات، أقسم برب العزة من العائلة ديالي
تزوجوا كاثوليكيات فأنجبوا الأبناء والبنات وجوا عندنا مع عائلتنا. الله يا شباب الإسلام إن كنت تسمع فاصمع وافتح مغالق سمعك وقلبك. لا يكن همك عند الزواج أن يكون قصدك منه أن تحصل على الأوراق لبلد لا يؤمن أهله بالله، إنما جعلوا غايتهم الدنيا. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا مقصدهم. مالكم؟ لذلك انا كنحذر الناس، تقول كي بغيت انت تجيب الاولاد مؤمنين وانت تبيع. انا اعرف ان من تزوج غربيه مسلمه ومع ذلك لم ينجح قرانهما وخسلمت، سرعان ما غلبت عليها الفطره انت حولت الكفر. كان يجي عندي واحد الاخ انا في وجده مسكين في لجطوبه الدخلاني، تزوجها مسلمه وجات بالحجاب وجلست معايا وكذا، كي ولات مشات مع صديقها وتركته وقلت له روح تلعب، أنا ما سلمتش، أنا سلمت فقط لكي أتزوج بك. لكن لما وجدت الإسلام هكذا يتحكم في المرأة فقد تركتك وتركت دينك، أنا أريد الحرية، أنا لا أريد هذا النوع من التزبد. يلا يا أستاذ، أنا وضعت أقول شيء، لأن تربات من صغرها في بيئة كافرة، ما زال الإسلام ما تغلغلش في قلبها. هذا عمن يتزوج ممن لا تشاركه المرجعية والدين والمبدأ والغاية. هذو 90% كيكونوا فاشلين في إنجاب الأولاد الصالحين. ما يمكنش ترجى منهم باش يربيوا لك أولاد مسلمين ويخافوا الله ويعبدوا سيد ربي ويدعوا لسيد ربي ويخرجوا العلماء والزهاد والمحسنين والمتقين. لا 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 لا، احنا حاصلين في اللي يتزوج بمسلمة حتى تديها وخا مسلمة ورحنا حاصلين. فكم من مسلم يتزوج امرأة مسلمة ويختلفان في التربية، لأنه إما أن يكون ضعيف الإيمان وتكون هي مؤمنة، وإما أن يكون هو مؤمن ملتزم بمنهاج ربنا التزاما صحيحا وهي غير ذلك، فلا يتفقان في الطريق بل يختلفان ويتجادلان ويتصادمان ويصل الأمر إلى الشقاق والحروب والجدال وعدم احترام الآخر. يا الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا صحابة أوس بن الصامت مع خولة بنت ثعلبة، كان سيء الخلق. منين قالها؟ كان مؤمن وصحابي. أنت علي كظهر أمي، كلام ما قالوا حتى واحد. ها؟ ولذلك رأت المرأة أن الكلام الذي قاله يهتز له عرش الرحمن، فشكت إلى الله وجاءت إلى رسول الله تريد أن لا تكون هذه الجرأة في عدم احترام الزوجة سببا في أن يفضل ميثاق الغليظ بالطلاق فيضيع الأولاد. هذا صحابة، فكيف بمن لا يعظم الله ولا يعظم حرماته؟ ربي يا ربي، الناس علامة الدق دق على مسائل بسيطة. ولذلك ضربت لي البارح واحدة مسكينة أخت أنا من وجدة في فرنسا، قالت لي أنا راني عايش مع الراج ديالي في النار، أنا وليداتي الله يحفظ في كاين اللي وصل 15 العام كاين اللي 10 سنين، والزوج ديالي جالس في الدار ما بغى يخدم يقول لي خرج انت تخدمي، ويسب الرب ويسب المله. قلت له يسب الرب؟ قالت لي يسب الرب حدا ولادي ويسب المله. قلت لها اللي يسب الرب راه ارتد عن الاسلام وحرمت عليه. اذا كفر وارتد الزوج بسب الله او الدين او استهزأ بمعلوم من الدين بالضروره او استهزأ بالملائكه او بثوابت الايمان او استهزأ بالمؤمنين وبالرسول صلى الله عليه وسلم، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اي قد كفرتم بعد ايمان، هذا واش تضلي معاه؟ قلت له واش يسب بزاف ربي؟ قال لك يسب بزاف ربي كل نهار كل
فكيف تظلين تعيشين تحت سقف واحد؟ وولادك قالت لي ولادي على صغرهم يسبوا الرب، فرنساوي يسبوا الرب لكثرة ما يسمعون من سب لله وللرب في البيت. الله يعطبه يا ربي، هذه وجدة إلا ما زلزلهاش ربي على السب نتاع الدين وديال الرب، ما يزلزلهاش على شي حاجة أخرى. هالجهة نتاعنا وشحال الناس كتسب الملة والرب وكذا، يا العياذ بالله، تصيب الإنسان باين. واش ما تعرفش اللي راك كفرت؟ ومنين تكفر واسمو يصرالك؟ يحبط الله عملك، لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خصك تولي تغتسل من جديد وتشهد من جديد، وما تعاودش تولي لهاد الشيخ لا دار شرك، ولا مرة تطلق منك، ولا بغيت تولي خصك تولي تخطبها من جديد ودير شروط اركان وشروط الزواج الصحيح منذ من البدايه، بحال اللي عمرو ما كنت الراجل ديالها. اش هالغريبه هذه؟ اذا فمن اخطر ما يؤدي لتملص الاباء من التربيه هو الخلافات بين الزوجين، سواء كان احدهما مؤمنا والاخر غير مؤمن، او كان مسلمين كان احدهما صالحا والاخر فاسق، او كان بزوج فاسقين، او كان بزوج مؤمنين. قد يحدث ان يكون مؤمنين معا ومع ذلك يفشلان في تربيه الذريه. علاش؟ لعدم توافقهما، زيد نفسيا، ولا لعدم توافقهما، زيد مذهبيا. واحد الشافعي كيما بكري، واحد حنبليه، قال لك تلاقى زوج مؤمن تيمي ومراه حزميه. ما معنى تيمي؟ يعني يتبع ابن تيميه، والمراه تتبع ابن حزم الظاهري، ومؤمنين يصليوا الليل ويفهموا القران. وانا كاني من جهه القضيه نتاع خدمه الزوجه لزوجها، اهي واجبه ام هي فقط نافله؟ واش المراه يمكن تخدم زوجها ولا لا؟ ابن تيميه كيقول لك تخدم زوجها لانها من طاعه الله. الحزمي ابن حزم كيقول لك لا، ليس عليها ان تخدم زوجها، خص يجيب لها هو الخدامه اللي تخدمها. ايوا واختلفوا لنا بزوج مؤمنين، هي حزميه كتقول لك ابن حزم كيقول وكيجيب الدلائل، وابن تيميه كيجيب الدلائل ودقونا. ايوا هذو كي غادي يديروا هذو مؤمنين؟ فقط لان كل واحد متمسك بمذهب ويتبع اماما من الائمه، فوقع شرخ كبير في الخلافات الفقهية بين الزوج والزوجة. يا لطيف. ولذلك يا حبايبي انا غادي نقول لكم، يعني باش ما نفضلش نطول هنا في هذا السباب وذاك الشيء، راه بزاف لما يتقال، ان الانسان اذا اراد ان يتزوج يفكر الحاجة قبل ما يتزوج، واسمو يفكر وليداتو كي يكونوا دايرين. والوليدات كي يكونوا دايرين اول حاجة اللي تفكر امهم كي دايرة. لان انت تخرج برا، أكبر مسؤولية في التربية تتحملها الأم، لأن غالب الوقت يكون الزوج خارج البيت، يعمل خارج البيت ويشقى لكي يأتي بالرزق الحلال للأبناء وللزوجة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنت اللي تشقى ماشي هي، بزوج خرجتوا من الجنة، ولكن ربي جعل الشقاء والعمل خارج البيت للزوج. أنت ستشقى في الخارج، والزوجة ستظل بين أركان البيت لكي تربي الأبناء. فعليك أن تختارها متعلمة، مؤمنة، متوافقة معك، مسلمة، ها؟ تختار إن شاء الله تبارك وتعالى الأصل. الأصل اللي يبغي يحرث الأرض ما يحرثش الجرف، الجرف ما غاديش ينتج. خصك تختار الأرض اللي في السهول وعندها تربة خصبة، الترس عندها تربة خصبة. أما تمشي تزرع الله يحفظه ويستر فيه الحجر ما يجيبش. قال لك ربي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الخبيث لا يعطي إلا الخبيث. إذن اختار أخوي، اختار، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا المرأة الصالحة وليختر ولي البنت الرجل الصالح لبناء بيوت صالحة حتى تنتج أبناء صالحين. تموت وانت مهني، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو لك. انت ما مت، مت نعم، لكن تركت أثرك في الوجود من خلال استمرار التدين والخلق في ذرياتك. ما متش انت، ما متش.
باقي العمل ديالك. الله، هذه الرابعة. السبب الخامس بعد الخلافات، الخلافات فين يوصلوا؟ فين يوصلوا؟ الطلاق. أو ربي ربي، الطلاق هو أكبر من الخلافات، لأن الخلافات إذا لم يحاول المتزوجان المختلفان معالجة المشاكل انطلاقا من الدين الذي يؤمنان به، إيوا سير اسمع يقع، أش غادي يقع؟ يقع الطلاق. ولذلك سيدنا ربي كيقول: واللاتي تخافون نشوزهن، تتكبر على زوجها، لا تريد أن تعايش زوجها، لا تريد أن تنسجم مع زوجها، تهدد أركان البيت بالزلزال، تهدد الميثاق الغليظ بالنقض. قال لك ربي لا خفته، اش غادي يدير؟ فعظوهن موعظة. شحال غادي توعظها الواش؟ شحال؟ قال لك سيدي ربي شحال؟ ما قالكش. فعظوهن عام عامين 10 سنين وبدل في الموعظة. ولا ما تعرفش انت توعظ، جيب لها كاسيطة، اديها تحضر الدروس، جيب لها العلامة. إلا انت ما تثقش فيك جيب لها العلامة، ولا كانت تقرأ جيب لها الكتب اللي كيتحدثوا على هذا الأمر. عظوهن بطرق شتى، فنوعوا أساليب الموعظة، فإذا رفضت موعظتك لها فحاول أن ترسل إليها الموعظة بطريق آخر. نوع نوع الوسائل. ولا ما بغاش تولي فجروه النزيل في المضاجع في الفراش، ماشي تنعس في دار وهي في دار، لا 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 لا، إلا نعس في دار وهي في دار هذا حرام ممنوع. فالهجرة تكون في المضجع في نفس السرير، وتعطيها بالظهر، لأن ذلك أبلغ في التأثير عليها وتكسير كبريائها. ها؟ ولا ما كانش عاد ضربوهن ضربا غير مبرح، عاد ولا ما كان والو عاد فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذه مراحل قد تمتد سنوات قبل أن تأتي بالحكم من أهلك والحكم من أهلها، فيستمعون للخلافات وسبب الخلافات فيحاولان إيجاد مخرج وحل للخلافات، وعليها زيد يحملان الزوجين على تطبيق شرع الله ويحكموا باش بالاستمرار، ولا شافوا ما تستمرش يطلقوهما قبل ما توصل المحكمة. فإذا وصل الأمر إلى الطلاق التربية غادي تفشل 90%. كثر الخلافات، علاش؟ لان احنا الطلاق الله يحفظ ويستر اللي عندنا ماشي طلاق كما قال ربي مسكوهن بمعروف ولا تسريحوهن زيد باحسان. احنا واسمو احنا تمسكها باش وانت ظالم ولا هي ظلماتك، النيران شاعله كما يقولوا هذا الطلاق الموقوف التنفيذ، شي ما يشوف شي ومع ذلك عايشين تحت سقف واحد وكيقولوا مرته وراجله، غير يقولوا السلام برا ماما النقل، شي ما يشوفش النار تشعل. غير باش ما يقولوش الناس راه مطلقين، غير خايفين بالعائله تدعم، يا فلان مطلق وراه مطلق، ما ينعس معاه ما تنعس معاه يا في دار في دار، غير داين الشنعه والسلام. إذن فإذا لم تنفع هذه الأساليب لكي يصلحوا من حالهم، يقول لك سيد ربي ما فرضش عليك باش يكلفك تعيش مع واحد اللي ما قدرتش تعيش معاه تحت سقف واحد، هذا حبس، هذا حبس. لا لا، يعيشك تحت سقف واحد مع واحد السيد اللي ما متفاهمش معاه. سيدي هذا ماشي صاحبك راك مسافر معاه في التران، واخا ماشي مزيانك تصبر عليك 6 سوايع او 6 سوايع في الساعه غادي تمشي، هذا راه معاك دائما، هذا تقرر المصير تاعك في الحياه وفي الاخره. سي صحبتها لك وصحبتك لها تقرر مآلك في الدنيا، فإما سعادة وسكينة وإما عذاب وشقاء، وفي الآخرة إما جنة وإما نار. قضية خطر على مستقبلك في الدنيا والآخرة. فلا ينبغي للعاقل والمؤمن أن يمسك امرأة شيبته قبل المشيب لا تريد أن تأتمر بأمر الله، فمن الذي يفرض عليك أن تعيش مع امرأة تريد أن تشيبك قبل المشيب تحت سقف واحد وتخسر الدنيا والاخره؟ هذا ماشي عقل. وانت ايتها المؤمنه، من الذي حملك على ان تصبري وتتحملي ما سيخسرك الدنيا والاخره يكون سبب في خسر الدنيا؟ لا ما يمكنش. قال لك سيدي ربي الزواج بالدين، الزواج دين والطلاق دين، راكو غير في الدين.
سكين شي واحد يبقى يقول لا هويا كان ما فياش العيب يا كان ما تحسبش على سيدي ربي انا خايف نكون ظلمتها نطلقها حوا انت شايفها كاع مشات مع راجل وحرمت عليك وتقول لي نخاف هذا مصيبه هذه كاع احنا مصيبه هذه انتم راكم فاهمين والو كاع المرأة التي لا تحافظ على عرضك والتي تأتي بفاحشة مبينة كيف تستمنها على أولادك وعرضك وإنما من مقاصد الزواج العظمى حفظ النسل كيف تستمعين كيف هذا اللي ميغش على مرتي يقولها روحي خدمي روحي دبري على أولادك روحي ديري كذا أنا بغيت كذا يا لطيف احنا ما عنده غير على أولادك كيف ديري تعيشي معه شهر الغريبات فإذا وقع الطلاق كان الضحية شكون؟ شكون الضحية؟ الأولاد أنا نقول الضحية هو الرجل والضحية هو المرأة والضحية هما الأولاد والضحية العائلة ديال الرجل والضحية العائلة ديال المرأة والضحية هي المجتمع الذي يكثر فيه أبناء المطلقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله منين يطلقوا المرأة تمشي عند دارهم ويبقوا يدقوا على الأولاد كاين الباين اللي يقولها ادعي عليا كوليهم أو ربي ربي وكاين المرأة اللي قالت الرجل اديهم كلهم حتى هي ما بقتش فيها كاع معاني الأمومة والله كلهم وكان شي وقتها يدقوا عليهم هو يدي الولد ويدي البنت يفرقوهم وكان شي وقتها يتفقوا ماشي كاين طلاق ذي حسان يعطيهم المرأة ولكن تقول والله عمره ما تشوفهم فتحرمه من رؤيته ويضطر إذا أراد أن يراهم مرة في الشهر أن يذهب إلى القاضي وأن يستخرج من هنالك حكما ويخص ينفذوا عن طريق لطيف 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 والرهن عام سيدي الاعتراف بالجميل والمعيشة اللي عشتوا شحال من عام ابن عمي الولاد تحرمهم بباهم ولا تحرمهم بناء بامهم هذا الشيء صعيب بزاف صعيب كان عندنا واحد اللاعب هنا مشهور واحد الرياضي كبير النرويج ولا واحد كبير يعني عنده وليداته مع هذيك النرويجية جاو خطفوه منو من هنا لهنا الدولة جات حتى لنا خطفت له الاولاد وبالتالي تكلموا راك شفتهم في واحد بعض المواقع كيقولوا ابا انا انت شديد علينا سيدي احنا وياك وصلنا لعام 18 اللي عندنا الحق نختاروا فين ما سيدي انت مالك بغيت تحكم فينا وطردنا كذا كذا احنا بغينا امنا وبغينا الدولة تاعنا ما بغينا ضروا فيه فالولد اذا طلق الوالد الوالدة فان طريقة التطليق ستترك شرخا نفسيا في الأولاد إذا لم يكن التسريح بإحسان عقل معايا إما أن تقول الزوجة ادعي لي هذو كلهم وإلا مشاو مع باهم ضاعوا ولا أقول هديهم كما قلت ديك المرأة إلا مشاو مع باهم ضاعوا ولا جاو مع أمهم جاعوا لأن باهم يوكل وإلا تفرقوا واسمو ده تفزعوا وإلا ادتهم واحد الجهة وتمنعت الأخرى تحرق الأخر فعاش حياة النكد في كل الحالات حالة واحدة اللي يمكن تفوت هي من تكون بالشرع تسريح بإحسان يجتمعوا ويتفقوا ولا لا احنا تبارك الله ما تفهمناش وسيدي ربي دار الزواج دار الطلاق علاش ما نطلقوش ونديو الأجر في الطلاق حينما نطيع الله في الطلاق ولو كان هو أبغض الحلال إلى الله وحلال ولكن اضطررنا إليه آخر الدواء الكي إلى ما جابش الله تعالى الشفاء بالتعزيم أكوي الكي التالي لابد مقطعة إذا انتشر السرطان في موضع ما واستحال علاج العضو الموبوء بالسرطان كان الطبيب يقرر أخيرا قطع اليد بالسيف باش غادي باش ما تخلي ينتشر بالسيف التالي نديرو ولكن يكون بإحسان كيفاش بإحسان نتبعوا الشرع ديال سيدي ربي ما كاين لا زقاله والو ونبقى نجي عند وليداتي نشوفهم وتجيو ولادي وتبقى هذيك الاخوه بيناتنا والعائله تبقى كيف كيف واحد السيد في القدس ملي بغى يطلق اتفق هو والزوجه وقالوا نديروا واحد الطلاق رباني جابوا العلماء وداروا حفله واتفقوا على كيفاش يديروا يطلقوا وشحال يعطي لها نتاع المتعه وشحال يخلص وليداته وشحال يخلص نتاع الكريال المراه مع وليداتها وشحال يجيب المره يشوفها
وتفرقوا هما باللعب وبالضحك والعلماء يدعوا. قال لهم انا، قال لهم واحد العالم تما من جا خارج، قال لهم انا ما حضرتش الطلاق، انا حضرت بحال اللي عرس. هذا عرس، هذا ماشي طلاق. هذا سيدي ربك يبغي دائما الوئام وان تتم الامور باللين واللطف، فمن حرم اللين واللطف حرم الخير كله، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والخرق. هذا بالذي. ولذلك هؤلاء الذين يعيشون الآن عياذا بالله في الطرقات والشوارع، كيسموا أولاد الشوارع. هل أولاد الشوارع ظاهرة أولاد الشوارع اللي عندنا في المغرب، اللي بالآلاف واللي عايشين في الخيريات واللي عايشين يبيعوا القرقوبي واللي عايشين يأكلوا السيراج واللي عايشين الطوبيس كيقلع يمشي يدير الخبز عند الشاطمة ويدي الدخوان؟ هل الوليدات الان اللي كتسمو يبيعوا الدخان ويديروا السراج يسيريو للناس، هل هذا طفوله؟ هذا الزهرات المتفتحه على الحياه في امه محمد، هذو يتامى وعندهم بواتهم، عندهم بواتهم ويتامى، عندهم با ما عندهم با، عندهم مو ما عندهم مو، استقالوا من التربيه، ضيعوهم حينما طلقوا واطلقوا سراحهم. ما كان للي يوجه، للي يقري، للي يعلم، للي يربي، حتى وجدناهم عياذا بالله في الشوارع وصبناهم يمارسوا شي حوايج كبار 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 كبار، يكون تعرف يستغلهم الكبار حتى في البيدوفيليا، يغتصبون الطفولة. عندنا البيدوفيليا في المغرب، تعرفوا باللي واحد في سبنيولي وشحال اغتصب على الأطفال، حكم عليه ولكن وقع ما وقع اخيرا من العفو عليه خطا، وانتم قد تتبعتم هذا الامر. اذا يخص تعرف المشاكل التي ستنتج عن الطلاق، مش اطلاق اللي حرام، طريقه الطلاق التي لا تراعي شرع ربنا ولا يخاف الزوجان الاثار السلبيه المترتبه على الطلاق والتي يكون ضحاياه الاكبر هم الاطفال. يا اخوي الاطفال، الأطفال واخا قاع ما مشاوش للزنقة، قعدوا عند أمهم. أنا نعرف شي أطفال جالسين عند أمهم، أمهم ضعيفة وصابوا عليها الحقرة، والله إلا الولد عنده 19 عام ما ينوض غير الوحدة نتاع النهار، ما يخدمش، ما بغى يقرأ، ما بغى يخدم، ما بغى يخرج من الدار، يبغى يمشي يتفرج غير في الكورة، يمشي منا غير للدار البيضاء، يقول لها أري لأمك الفلوس باش يقطع في الكار يمشي يتفرج للويدات ويجلس فما نهار ويولي وما يمشيش يخدم، وصايب الحقرة على ميمته وبا فين راه. اطلق الحبل على الغارب، طلق وصافي، بغات تفكر ولا لا يفكر لها، ايوا غدا يوم القيامة ماذا تقول يا ربك؟ اني وقد تملصت من واجب التربية، زعما غير طلقت صافي؟ من طلقت تبقى مسؤولية التربية، تنفق عليهم، تلاقى معاهم، تقريهم، تبحهم، تشوف شكون اللي يتمشى معاهم، وليداتك اخويا واخا طلقت راهم وليداتك، وليداتك. فهذه إذن من أسباب تملص الوالدين من التربية. قلنا اليوم جوج تاع الأسباب، واحد السبب اسمه هو الخلافات، واحد السبب الثاني الطلاق، والسبب الثالث بحاله باش نكمل إن شاء الله اسمه هو اليوتم. الله اليوتم، تلاقي بحاله بحال اليوتم. اليوتم هو إلا مات بام ولا مات لماي. إيوا ففقد الأطفال أحد الأبوين، إذا فقد الأطفال الوالد وكانت الماين ما تقومش بالدور تاع الماين والباين ضربة واحدة، ماشي كاع الناس يقدروا يقوموا بالدور تاع الماين العاطفة والباين يقراقبوا كل شيء، هذه ما يمكنش المرأة تديها بزوج. أو فقدوا الأم، الباين ما يقدرش يمدي بزوج، يكون قوي ويوجه وثاني يرحم ويعطف ويطيب ويشرب ويدير الحنان ديال الماين مع القوة ديال الراجل، يتربي بين الحنان وبين القوة فينشأ متوازنا نفسيا. فإذا ماتت الأم ذهب الحنان فجاع حنانا، فعاش في الحياة افتقد الحنان، الحرمان كيتسمى الحرمان، واللي عاش الحرمان يعيش ناق مع المجتمع. فلا تتصور ولا تتعجب إذا انقلب نقمة على مجتمعه لأنه فقد الحرمان في صغره. هذا علماء النفس كيتكلموا. وإذا فقد الأم، فقد الأب عنده الحنان
مزيان، ولكن لباين الرجولة فين راه المسؤولية؟ يبقى يعيش بحال مدلل. الماين دائما تخاف على ولدها، دائما تجبد ولدها، دائما ما تمشيش لها ولدي، دائما خايفة عليه، فينشأ منعزلا منكمشا خائفا غير مقتحم ولا إيجابي سلبي. لذلك فليتم، من الذي يعوضه؟ من الذي يعوضه في المجتمع الإسلامي؟ من الذي يعوضه؟ شكون؟ شكون يعوض الماين؟ شكون يعوضه؟ سواء مشات الماين ولا مشات، شكون يعوض هذه اليوتم؟ شكون؟ تقول لي شكون؟ المجتمع المسلم، خوته، عمته، خالته، في النساء كاين لا عمها، كاين لا مشات امه، كاين عمته، كاين خالته، كاين كذا، ولا مشى با، كاين عمه، كاين خاله، كاين كذا. دائما احنا عندنا في المجتمع الاسلامي الاهتمام باليتيم، فاما اليتيم فلا تقهر. ثم قال عليه الصلاه: انا وكافل اليتيم كهذين في الجنه، لن يعطي الله تعالى هذا الجزاء الاعظم، ويجعل منزله من تكفل باليتيم مع منزله الحبيب هكذا سبهللا. الا لان قضيه التربيه والتكفل باليتيم هو امر عظيم، لينشا الابناء الذين فقدوا احد الابوين ينشاوا متوازنين نفسيا. ذاك اللي فقدوه مع البين يصيبوه في الرجال ديال العائله، اللي فقدوه مع امهم يصيبوه في النساء تاع العائله، باش ما يضيعش، باش ما يخرجش نقمع المجتمع. هذه ثلاثه من هذه الاسباب تحدثنا عنها في الدرس السابع، وكلها تؤدي في النهاية إلى أن التربية تظل قاصرة في تنشئة جيل سليم قوي الإيمان شديد الارتباط بالله إيجابيا في مجتمعه محاربا للسلبية نافعا لأمته. وصلى الله على حبيبنا محمد.